السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي داير البنات؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم هذا الكيك اللي رائع بزاف واقتصادي، يعني من الدرجة الاولى صراحة. مكونات اللي بجد بسيطة. عندي هنا المقادير، عندي الحليب، الزيت، سكر سنينة، وعندي الكاكاو او يعني الشوكولات او بودرة اسود يكون ديال خاص بالحلويات، وعندي مرقونز ديال الحامض، مرقونز ديال الخل، وعندي قشور ديال الحامض، وخمارة فاني، وخمسة ديال البيضات من الحجم الصغير، وإذا كانوا عندكم بيض يعني الحجم الكبير هتستعملوا ثلاثة، وعندي الدقيق حتى هو اللي غدا نعبره أمامكم يعني بالملعقة، يعني ماشي بالكاس. يعني هاد الكيك هذا اللي كيكون اقتصادي، وصراحة كنتمنى أنكم فعلا تجربوه لأنه كيجي رائع وخفيف من الداخل بحال الجينواز. خديت إناء وضعت فيه البيض، يعني هاد الكيك اللي راه داير ضجة صراحة، وفعلا مني جربته لقيته كيستحق التجربة. كنتمنى أنكم تجربوه، وكنزيد نأكد عليكم باللي البيض إذا كان عندكم حجم كبير ديروا غير ثلاثة، وإذا كان الحجم الصغير ديروا خمسة، باش هكا تكون يعني المعادلة هي هذيك. وغدا نبدأ نعبر بالمعلقة ديال أو ملعقة، عندي 3 7 ديال المعالق ديال السكر سنيدة، يعني درت 7 ديال المعالق لا أكثر، ما يكونوش عامرين حتى كيفيضوا، يعني عاديين، يعني المعلقه تكون ما ماشي عامره بزاف في القياس باش ما يجيكمش داك السكر حلو بزاف، عفوا داك الكيك حلو بزاف. وغادي نطرب هاد المقادير بالطراب الكهربائي، واللي ما عندوش الطراب الكهربائي اكيد غادي يستعمل غير الكاس ديال العصير، راه حتى هو كيخرج الكيك رائع وخفيف. انا غالبا كنستعملوه هكا الا كنت مزروبه وباغا ندير الكيك، كندير كل شيء في الطراب، عفوا في الاله ديال يعني ديال العصير، حتى هي كتجي عاديه بحال هذا. لاحظتوا معايا البيض كيتغير اللون ديالو، يعني كيميل الابيض بحال باغي نصايبو الكيك، بحال المهم كنخدمو بطريقة بحال باغي نصايبو الجينواز قريب لها في الشكل، لأن هاد الكيك فعلا كيجي خفيف. وضعت الفاني، كان عليا نضيفه في الأول ولكن ما انتبهتش، قبيصة ديال الملح، الفاني والقبيصة ديال الملح كيداروا مع السكر والبيض يعني في الأول. وهذا نبدأ نضيف في مكونات الاخرى، 7 ديال المعالق ديال الزيت، يعني تحاولوا تحترموا هاد المقادير هادو اكيد غادي تنجح لكم الكيك 100%. والحليب حتى هو نفس الشيء، 7 ديال المعالق، والقشور ديال الحامض، وعصير ديال الحامض حتى هو معلقة ونص، والخل كذلك. وغادا نطرب هاد المكونات، يعني غادا نخدمها مزيان باش تنسجم مع بعضها. وغادا نضيف 7 ديال المعالق ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، نديرو في المهم اللي عندكم غربال أو صفاي بحال هذا باش يتحيدوا لنا دوك الحبيبات اللي تيكونوا في الدقيق وفي الخميره، وحتى الكاكاو كذلك تا هو نديروه معاهم بحال الكيك العادي وصافي. غير هالمقادير كيكونوا اقتصاديين، يعني 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال الحليب، 7 المعالق ديال الدقيق، نفس الملعقه نعبروا بها كل شيء. ودرت الخميره والكاكاو والدقيق وغربلتهم كما شاهدتو،
غير باش ما يطرش ليا الطحين نحاول ندمجهم في الاول. عاد نستعمل الطراب الكهربائي، واللي ما بغاش في هذه المرحله هذه استعمل الطراب الكهربائي، كل اللي يستعمل الطراب اليدوي. طحنه في الاول المكونات في الخلاط ديال او الطحانه ديال العصير، ومن بعد نديرهم الخليط في اناء ونخلطوه بالطراب العادي. وخديت المول ودهنته بشويه ديال الزبده او الزيت، المهم اللي عندكم، والدقيق، وغادي نصب فيه الخليط، وغادي ندير ليه هكا باش يخرج منه، باش يطلع منه داك الهواء اللي تيكون فيه. وهنا الكيك من بعد ما خرجته من الفرن، لاحظوا معايا كيجي خفيف بزاف، كيجي رائع في الخفة ديالو بحال جينواز تماما. وخديت هاد العود هذا الخاص بالشواء، غنتقب به هاد الكيك بحال هكا، يعني ندير فيه ثقب لانني غادي نسقيه بالحليب، يعني باش يتشرب ليا الحليب. وخديت تقريبا واحد الكاس اللي ما يكونش كبير، يعني متوسط، وغادي نسقي به الكيك من بعد ما يكون بارد. يعني الكيك هنا البنات خاصو يكون بارد، ما خصوش يكون سخون. ودابا غادي ندوز باش نحضر صلصة الشوكولا، او باش غادي نستعمل بها، باش عفوا باش غادي نديرها فوق هذا الكيك هذا، باش تعطيني واحد المذاق واحد اللذة في الكيك. عندي الشوكولات والكريمة ديال، يعني ديال الطبخ العادية ماشي ديال الخفق. انا هنا استعملت 210 مليلتر كاملة ديال الكريمة، وزدت عليها القطع ديال الشوكولات او الشوكولات الاسود. من بعد ما سخنت الكريمة غادي نضيف عليها الشوكولات ونحرك هكا حتى تنسجم جميع المكونات. ومن بعدها غادي نضيفها فوق الخليط، عفوا فوق الكيك، ونقعدها، يعني نقعد هذا الخليط ديال الشوكولات اللي كيجي زوين ولذيذ مع الكريمه والشوكولات، كيعطي واحد المذاق واحد اللذه. اكيد الناس اللي ما كيبغيوش يعني الشوكولات يمكن لهم يديروا غير الكريمه بوحدها، او لا المهم داكشي اللي كيبغيو المهلبيه، او كاين بزاف الاشياء، ولا يدهنوا غير بالكونفيتير والكوك، داكشي كيبقى اختياري لحسب الذوق. ومن بعد ما قديت هكا الوجه ديال الكيك، غادي ندوز باش نزينو بهاد الخاليني هذا. ماشي بالضروره تستعملوه، يمكن لكم تستعملوه كما قلت لكم الكوك او اللوز مهرماش، او المهم اللي متوفر عندكم. دائما الانسان كيمشي على داكشي اللي تيكون متواجد عنده، او لا الشوكولاتة هكا محكوك حتى هو كيجي مزيان، او لا يمكن لكم تستعملوه ديروا على شكل مربعات من بعد ما تقطعوا، ومن بعد تزينوا، يعني ديروا مربع ديال الكوك، مربع ديال اللوز، او مربع، كيعطي واحد الشكل اخر، واحد الاختلاف. حلا كاين بزاف ديال الانواع ديال القطع هكا، يعني متنوعين، كل قطعه ديروها من شكل. المهم انا درت، انا المهم عندي هو الكيك، اما التزيين راه كيبقى حسب ذوق كل سيده كيفاش شنو بغاتو. ودزت قطعت هاد الكيك هذا مربعات يكونوا متساويين بنفس الحجم. انا البنات راه ما خليتش هاد الشوكولاته حتى جمد، اللي عنده الوقت اكيد يمكن ليه يديرو هكا واحد الساعه يدير الكيك حتى يجمد داك الشوكولاته، ماشي في المجمد وانما غير في الثلاجه، راه بالزربه الشوكولاتة كيتجمع. انا ما كانش عندي الوقت كما قلت لكم، وبغيت هكا نعطي منه الوليدات يدوقوا منه، كانوا غاديين ينعسوا. وقطعتها وبارطاجيتها معاكم، كنتمنى ان هاد الوصفه تعجبكم،
الى عجبتكم اكيد البنات ما تبخلوش ليا بلي لايك وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، اكيد هذا فضل منكم، واكيد ما تنسونيش من لايكات ديالكم اللي كتعاوني بزاف يعني تدعمني باش هكا القناة ديالي تبان لناس اخرين، لان ما معروفاش لهذا ما كاينش عندي بزاف ديال الناس. وكنتمنى الفيديو يعجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.